بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الدرس الرابع من سلسله الديناميك اكشن. احنا هنغير شويه ونبدا ناخد ايفنت جديده واكشن جديده ان شاء الله. اولا انا عملت بوتوم جديد، هنعمل ديناميك اكشن على مستوى البوتوم دلوقتي. فانا اتعلمت طريقه ان انا اقدر اعمل من على الكومبوننت على طول كرييت ديناميك اكشن، هو على طول هيربطه ان ده كليك على الديناميك اكشن. تعالى نسميه كليك اون البوتوم، ده الايفنت بتاعي ان انا هضغط على الزرار. طب الاكشن ايه؟ تعال ناخد اكشن جديد اللي هو كلير. كلير للايتم هيفضي ايتم معين وليكن الهاير ديت. خد بالك انت ممكن تعمل اكتر من ايتم، يعني انت لو جيت كده قلت له انا عايز السالري فهو هيفضي الهاير ديت والسالري. تمام؟ تعال نجربها. يبقى دلوقتي عندي ايفنت ضغطت الزرار اللي هو ده. طب الاكشن بتاعه ان هو هيعمل ايه؟ ان هو هيفضي الهاير ديت والسالري. تعال نجرب. تمام، فضل هاير ديت وفضل السالري. تعال نغير الايتم دول، ناخد ايتم تاني. تعال نخليه فضي المانجر. المانجر فضل المانجر. طيب تعال زي ما احنا نغير الاكشن الايفنت بتاعنا، بدل ما هو كليك هنخليه دبل كليك. ده ايفنت عندي، كل دي خدوا بالكم احنا شغالين في الايفنت بتاع البراوزر اللي هي جايه من الويب، من فكره الويب نفسها. عندي دبل كليك، تعال نجرب دبل كليك هيعمل كرير للايتم اللي هو المانجر. كليك ما بيعملش حاجه، كليك ما بيعملش حاجه، كليك برضه ما بيعملش حاجه. طيب دبل كليك فضل المانجر وفضل الايه؟ احنا عاملينها على مستوى ايه؟ اه بيفضل المانجر. تمام؟ نرجع تاني. ما خلاص فهمنا الدبل كليك، طبعا الدبل كليك لازم تبقى بسرعه، انما الكليك الواحده هو مش بيفهمها انها كليك حتى لو ورا بعض بس في وقت ما بينهم. طيب تعالوا ناخد ايفنت تاني، اكشن تاني معانا اللي هو سيت فوكس. سيت فوكس ان هو بيودي الكرسور زي ده كده بيوديه لحته معينه زي ما انت عايز. طيب احنا دلوقتي هنخليه يسيت الفوكس، يودي الكرسور بتاعنا على وليكن الكوميشن. طبعا مش ممكن نخليه الكرسور يروح لاثنين ايتم مره واحده. تمام؟ يبقى دبل كليك هتودي الكرسور ده للكوميشن. تعالوا نجرب وزيادة اكيد خليه يبقى باين هنا عشان يبقى باين هو فين. طبعا لو انتوا خدتوا بالكم هو كان راعي الكوميشن في الاول. هو راعي الكوميشن ليه في الاول؟ اكيد احنا عاملين فاير انيشاليزيشن. تمام؟ عاملين فاير انيشاليزيشن، لا احنا مش عايزينها. احنا عايزين لما نضغط على الزرار، فالطبيعي ان الصفحه لما تفتح مش هتبقى رايحه على الكوميشن. خلينا موقفينه على الامبلوي نيم ونضغط دبل كليك. هنا الكرسور راح الفوق، عمل فوكس على الكرسور في الايتم ده. يبقى ده تاني اكشن معانا ان انا اقدر اعمل سيت فوكس للايتم، اودي الفوكس في حته معينه. طيب ممكن ناخد سيت فاليو برضو. انا هسيت فاليو، انا هعمل سيت فاليو. طبعا سيت فاليو في حاجات كتير هناخد فيها بس النهارده الجزء بتاع الاستاتيك. انا عايز اعمل سيت فاليو اسيت الايتم ده بقيمه معينه وليكن 10% 10. تمام؟ للايتم اللي هو الكوميشن، عايز لما اضغط دبل كليك احط قيمه 10 في الايتم اللي هو الكوميشن. طبعا في حاجات كتير هنا هنستخدمها ان شاء الله. طبعا برضه هتلاقي فاير انيشاليزيشن اشتغل. مش عايزينه عشان اول ما يفتح الصفحه ما يحطش قيمه على طول عشان نتشيك الايفنت بتاعنا. طيب ما فيهوش حاجه، دبل كليك حط قيمه 10، ده سيت فاليو. تمام كده يا جماعه، وان شاء الله نتقابل في دروس قادمه ان شاء الله.